يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت فضيلتكم يوم الأحد الماضي في برنامج نور على الدرب، وقد أفتيتم بعدم جواز ما يعرف بجمعية الموظفين، فما هي الصورة التي يحرمها فضيلتكم في هذه الجمعية؟ الجمعية، الصورة الجمعية، الصورة الجمعية، جمعية الموظفين يجمعون مبالغ ويأخذها واحد بالدور، كل واحد يأخذها بالدور، هذا تقارض، بعضهم يقرض بعضا، هذا هو الذي أنا لا أجيزه، لأنه قرض جر نفعا، قرض مشروط في قرض، بيعة في بيعتين في بيعة، كلها تتوارد عليه. نعم.